اليوم احنا بنتكلم في ندوة عن فوضى الأخلاقيات، وهي تتكلم عن الفوضى اللي حصلت في الضوابط الأخلاقية أو في القواعد الأخلاقية بالأحرى في المؤسسات الإعلامية، وأيضا من المسؤول عن هذه الفوضى؟ هل هي غياب القواعد، ولا هي جشع المؤسسات الإعلامية، ولا تنامي مستوى أو درجة الحرية؟ أنا أعتقد أنه هذا النقاش مهم وضروري، على الأقل إذا لم يكن يعني سيوفر القدرة على طرح الأجوبة، أعتقد أنه مهم لأنه سيوفر القدرة على طرح الأسئلة.